معكم أيها السيدات والسادة سفير السلام العالمي بالخرطوم الأب الدكتور قمص فيلوثاوس فرج، فليتقدم مشكورا تحت تصفيقاتكم. سعادة معالي السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان، صاحب السمو الملكي الصديق الأمير الحسن بن طلال المحترم المبارك مدير منظمة الأيسس العالمية، السيد معالي الدكتور سالم بن محمد المالك. سيداتي سادتي، يسعدني جدا أن أتحدث معكم في هذا اليوم السعيد عن مؤتمركم الفكري حول موضوع القيم الحضارية في السيرة النبوية تحت شعار نحو رؤية مستقبلية للسيرة النبوية. أولا أقدر جهودكم المباركة في حل أزمة التوترات التي أحدثها أشخاص غير مسؤولين، رسموا رسومات وقالوا كلمات واخترعوا حكايات في إساءة للقيم الروحية في استنفار للرسول الكريم. لقد توتر البعض وأعلنوا استعدادهم للموت ورفع الإساءة عن الرسول الكريم، ولكن اتجاه المؤتمر هو اتجاه علمي بعيدا عن التوتر، يقدم رؤية مستقبلية، يحاول أن يؤكد القيم الحضارية، وبهذه القيم الحضارية نحقق رؤية مستقبلية فيها حوار جهير واستعانة بالقيم الروحية سعيا نحو الاحترام وقداسة الاحترام. إني أحترم جدا اتجاهكم المقدس نحو القيم الشرعية. بعد أني بس أقول نحن ضد كل تصرف في كلام أو في صور يسيء إلى مكانة الرسول الكريم أو أي قيمة من قيم الدين الذي يسعى نحو تحقيق المقدسات بقدسية شفافة ويسعى نحو الفضيلة متبعا كل فضيلة. كلمتي اليوم إليكم هي أننا نحبكم محبة أبدية، ويقول بولس الرسول المفكر والفيلسوف المحبة لا تقبح، أي لا تعتمد كلام قبيح، المحبة لا تسقط أبدا. ثالثا نحن معكم، نحن لكم، نحن بكم، نحن فيكم، نحن معكم، إننا أسرة واحدة. أليس إلها واحد خلقنا؟ أليس أب واحد لجميعنا؟ كل واحد فينا يؤمن بالله الواحد. المسيحيون يقولون قانون الإيمان عندهم بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وبهذا القانون يبدأ القداس الإلهي، وأنتم أحبائي المسلمين لا يشك أحد في توحيدكم. أيها الأحباء، نحن معكم نعبد ما تعبدون، نحن معكم نرفض ما ترفضون، نحن معكم وأنتم تسعون لقيم سامية في خريطة الطريق نحو الفضيلة، نسير معكم، نحن معكم دائما، بل نحن نرفض ما ترفضون. ومسيح القدوس كلماته الجميلة عن القيم النبيلة تملأ آذاننا تطالبنا أن نحيا بلا أعداء. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطيه، من أراد أن يقترب منك فلا ترده، إنه بصراحة يجعلنا في أتم راحة، والذي بيننا وبينه عداوة كأنه ولي حميم كما يقول القرآن الكريم. نحن لكم عونا وسندا وعضدا، نتشارك معا في لقمة العيش ونتبارك معا في بركة الله. نحن بكم نعمل، بكم نحب، بكم نتعايش في وجه، بكم نصنع الخير